بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى. هنشوف بقى مع بعض إزاي نربط الراوت مع الكنترولر بحسب ميثود معينة أو بحسب كنترولر معينة. هنفتح المشروع بتاعنا على التيرمينال وهنبدأ نتعرف مع بعض على أوامر الإنشاء الخاصة بـ Laravel Framework. وهنقول PHP Artisan Make Controller. خلينا نسميه مثلا example controller. هيتم انشاؤه في المسار app http controllers example controller. فبالتالي انا هروح اجيب الكنترولر بتاعي من مسار http controllers. ده هيكون المتحكم بتاعنا اللي هنعمل فيه اول method. هنسميها هتكون public function, هنسميها my data. وهنروح على طول ننقل فيها نفس ال my data form اللي احنا عملناه. فبالتالي هنا نقول return view my data. عشان نبدأ نجيب الكنترولر بتاعنا ننادي عليه من خلال namespace مع اسم الكنترولر على طول قوة في الراوتس. فبالتالي هنيجي هنا هنقول use لنفس الكنترولر. فبالتالي ممكن بكل بساطة نيجي هنا نقول route controller. هنحط اسم الكنترولر وممكن نستعمل group بالشكل ده as anonymous function وننادي على route معين هنسميه مثلا my data من الميثود my data. فبالتالي ده مسار مختلف. خلينا نشوف مع بعض. نعمل حفظ كده. تأكد ان my data عبارة عن form لا اكثر ولا اقل, ولكن هنا هيقول ان عندي error لان ما عنديش receive للروت, ولكن مش مشكلة. خلينا نشوف مع بعض. هنا نروح على my data. لاحظ قال لي ان الروت receive not found او not defined. فبالتالي انا هاجي هنا هخلي الاكشن بس بشكل يعني افتراضي فاضي مؤقتا لحد ما نشوف الفكرة. فبالتالي دي كده عملية الربط الاولى للكنترولر اللي ممكن تشوفها. دي احد الطرق اللي تخليك تقدر تستخدم ميثود معينة من جوه الكنترولر او انك تستخدم اكتر من ميثود باكتر من راوت مختلف. كمان عندك طريقة تانية لاستخدام الكنترولر, ان انت ممكن تيجي هنا تقول route get my data. خلينا نقول my data او example, وتيجي هنا تحط array example controller class. بارامتر التاني بكل بساطة تقول في my data. فبالتالي هنعمل حفظ نروح على example. هيقول ان هو not found بسبب ان انا كاتب اسم هنا اسم الصفحة مظبوط لكن هنا خاطئ. فبالتالي نعدل بس الاسم ونعمل ريفرش هيدينا نفس الصفحة بتاعتنا. فدي طريقة ان انت ممكن تجيب بيها مسار خاص من قلب الكنترولر على طول او عن طريق ان انت بتستخدم الكنترولر ميثود من خلال الكنترولر اكزامبل كنترولر. بعد كده بتعمل الجروب بتاعك وبتحدد الميثود اللي انت عايز تشغلها. فكده الطريقتين شغالين مفهومش اي مشكلة مع إمكانية تحديد طبعا بيرفكس لو حابب إمكانية تحط نيم لراوت معين شغال مفيش أي مشكلة خالص. فبالتالي احنا هنا في الكنترولر بتاعنا عملنا ربط مع الفيو وجبنا البليت فايل اللي احنا عملناه التست وجينا بعد كده ربطناه مع الراوت بكل بساطة والكنترولر, وكمان قدرنا نتعرف على كيفية إنشاء كنترولر من خلال أوامر الارتيزان كومنت. فبالتالي أوامر الارتيزان كومنت هي أوامر سهلة وبسيطة قدرنا بأول أمر نعرف إزاي ننشئ كنترولر. فبدل ما أنت بتنادي على كل الكنترولرز بتاعتك بالشكل ده في الراوت أو في الويب الخاص بالراوت بتاعك وتعمل زحمة من الكثير من الكنترولرز, أنت ممكن تستغنى عن الطريقة دي وتحدد نيم سبيس أساسي للفولدرز بتاعك اللي هو الكنترولرز من خلال البروفايدرز. تروح على Route Service Providers بعد كده هنا هنقول Protected
name space وهنقول فيه app double backslash http controllers. بعد كده هننزل تحت على routes في الـ API لو احنا عايزين نحدده ونعينه، وبرضو مع الويب ممكن هنا نقول namespace this namespace. كذلك الامر ممكن نطبقه مع الـ API، فيش اي مشكلة. فبالتالي انا ممكن استغنى عن الكنترولر بالشكل ده، ممكن اجي هنا بكل بساطة نقفل الكنترولر بتاعي، ممكن اجي هنا واقول بالشكل ده example controller at my data. فبالتالي لو جيت عملت ريفرش هيقول هنا عند بس ايرور، خلينا نشوفه عشان هنا في سنجل كويتس. طيب نعمل ريفرش، اشتغلت معنا. فبالتالي كذلك الامر لو جينا هنا نقول uncomment ونقول ان احنا عندنا الكنترولر بتاعنا example controller، ونروح على my data، هيشتغل معانا برضو بدون اي مشكلة. فدي بتكون طريقة افضل من انك كل شوية تنادي على حاجة معينة او على مسار معين عشان تبدأ تنادي على الكلاس بتاعك. طريقتين موجودين، اختار اللي يعجبك، وانا انصحك بالطريقة دي عشان هتوفر عليك كتير من الوقت في انك انت تكتب مشروعك. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.